سلم على الحبايب يا مر الدار قلول الحبايب يا مر الدار سلم على الحبايب يا مر الدار قلول الحبايب يبعتوا مكتوب يطمنوا المحبوب ويطمن له قلبه اللي دايب. رحل عملاق الأغنية وأرزة الفن اللبناني قطعة سما من تاريخ لبنان. رحل جسد وديع فرانسيس ليبقى وديع الصافي خالداً في منزله في الحزمية. توافد الأهل والأصدقاء وبعض الوجوه السياسية والفنية لتقديم واجب التعزية والوقوف إلى جانب عائلة الصافي. فيما الجثمان لا يزال في مستشفى بلفيو المنصورية حيث فارق الحياة عن عمر يناهز 92 عاماً إثر توقف قلبه عن الخفقان بعدما امتلأت رئتاه بالماء. على أن تقام مراسم الدفن يوم الاثنين المقبل في كاتدرائية مار جرجس في وسط بيروت عند الثالثة من بعد الظهر. يوم حداد أنه تقوم في الحكومة أو الدولة، هل وصلكم معلومة عنه أو هل بتطالبوا فيه مثل ما الكل عم بيطالب فيه؟ يعني الله خلينا إياهن، هو الحداد بيكون أول شيء بالقلب وبالنوايا الصادقة بالمحبة الصادقة، وكان على الرسميين يعني هني وهمتهم يعني اللي بيشوفوه مثل ما بيشوفوا قد ما معهم وقت يسعوا لها الموضوع هيدا. لبنان هنا على هذه الأريكة كان يجلس الصافي مع عوده رفيق دربه وزوجته تستذكره قائلة: خسارتنا كبيرة كتير، ونحن نتأمل إنه يكون روحه بالسما فوق عند الرب، والله يصبرنا على بعده. كان مصدر خير للعالم كله، مصدر عطاء سعادة للكون كله. مشان هيك هالعالم أنا ما شفت يا عمي ما شاء الله هالمحبة. بتلوم الدولة إذا ما عملوا يوم حداد؟ أنا ما بلوم حدا، بس الواجباتهم يعملوه، لازم يعملوه مع وديع ما يتركوه، لأنه وديع طح حياته وعمره وكل شيء إله، وللبنان وللعالم وللفقرة. لهالسبب مات فقير وديع. شو وصيته كانت؟ وصيته حبوا بعضكم، هيدي الوصية الوحيدة. ولبنان يا بلدي والمجد معمرها العز مصنرها، حلياني 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 عالريح وتضوي نظرها.